السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. وزارة التربية والتعليم تصدر تعليما لمكاتب التربية بالمحافظات بإلغاء الاختبارات الوزارية للصف التاسع. اللجنة العليا لأسبوع الطالب الجامعي الثامن بجامعة حضرموت تعقد اجتماعا لمناقشة الأنشطة والفعاليات الطلابية. انطلاق دورة صيانة الجوالات الأولى لمعيدات الأسر في مديريتي الشحر وتريم. العناوين التفاصيل، أهلا بكم. أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم القرار رقم 79 للعام الجاري، حيث قضى القرار بتكليف الأخت مارينا عوض سالمين الجوهي مديرا عاما للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة. أعلنت إدارة مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت بمدينة المكلا عن مسابقة المعرض الفوتوغرافي المفتوح للصور التوثيقية والتعبيرية للمصورين وهواة التصوير بالمحافظة وبرعاية من محافظ حضرموت. وأوضح مدير مشروع النصب التذكاري المهندس سامي العمودي بأن المسابقة ستكون ضمن فعاليات الذكرى الثالثة لتحرير مدينة المكلا ومدن الساحل من الإرهاب في 24 من إبريل، حاثا المشاركين على التزام بأعمال فوتوغرافية فنية حول فترة احتلال تنظيم القاعدة عام خارج التقويم وفترة تحرير المكلا فجر النصر وفترة ما بعد التحرير ثمار التضحية أمن واستقرار وتنمية. وأشار المهندس العمودي إلى مشاركة المصور بثلاث صور كحد أقصى في كل محور، على ألا تكون الصور المقدمة قد شاركت مسابقات سابقة، وأن تكون صيغة الصور المقدمة GPI-G ولا يقل حجمها عن 25 ميجا بت. ويحق لإدارة المسابقة بعرض الصور في المعرض التابع للمسابقة بعد تقييمها. ولفت مدير مشروع النصب التذكاري بأن المشاركات ستنافس جميعها على جوائز المراكز الخمسة الأولى في المسابقة، حيث تبلغ جائزة المركز الأول 200,000 ريال يمني، والثاني 150,000، والثالث 100,000، والرابع 75,000، والخامس 50,000 ريال. وأضاف المهندس العمودي بأن جميع المشاركات ترسل ومرفقة معها اسم المشارك ورقم الهاتف وتوضيح اسم المحور لكل صورة مرفقة، على أن يكون العاشر من إبريل آخر يوم لاستلام المشاركات. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً لمكاتب التربية في عموم المحافظات بإلغاء الاختبارات الوزارية للصف التاسع اعتباراً من العام الدراسي الجاري 2018-2019. ووجهت الوزارة في التعميم مكاتب التربية بالعمل باعتماد اختبارات الصف التاسع على مستوى المدرسة واحتساب درجة التلميذ 50% لكل مادة دراسية للفصل الدراسي الأول ومثلها للفصل الدراسي الثاني، والرفع بالكشوفات النهائية بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني وبنفس نمط الكشوفات المعتمدة للصفين السابع والثامن إلى إدارة التربية في المديرية ومنها إلى مكتب التربية والتعليم في المحافظة. كما تتولى مكاتب التربية والتعليم في المحافظة إصدار شهادات الصف التاسع وفق خطوات أقرتها الوزارة حسب ما جاء في التعميم الوزاري. اطلع وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون على فقرات الطابور الصباحي لمدرسة الخربة للتعليم الأساسي بأرياف المكلا. وعقب الطابور الصباحي الذي حضره مدير عام مديرية أرياف المكلا أحمد العكبري، أشاد الوكيل عبدون بتميز وإبداع التلاميذ الذين قدموا الفقرات الطابور الصباحي، مؤكدا على الجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط والبرامج والدورات التدريبية وتفعيل الأنشطة اللاصفية أسمت في تطوير الأداء وتحسين نوعيته. وحث الوكيل عبدون الإدارة المدرسية على أهمية الإشراف الفني اليومي ومتابعة أداء المعلمين والمعلمات في حجرات الدرس وتشجيع التلاميذ والطلاب وتحفيزهم على التنافس والتحصيل العلمي، موجها في ختام زيارته بتوفير بعض الاحتياجات الضرورية والمستلزمات التعليمية لمدرسة الخربة بمديرية أرياف المكلا.
عقدت اللجنة العليا لأسبوع الطالب الجامعي الثامن بجامعة حضرموت اجتماعاً برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش. وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الأستاذ الدكتور سالم العوبثاني وبحضور أعضاء اللجان، تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والمسابقات الطلابية والمعرض العلمي لإبداعات الطلاب. واستعرض رؤساء اللجان البرنامج العام للفعاليات والأنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن أسبوع الطالب الجامعي الثامن لاعتمادها من قبل اللجنة العليا. كما أقر الاجتماع المحضر السابق للاجتماع وكذا التنسيق والترتيب مع الجهات المختصة لإنجاح الفعاليات والأنشطة المختلفة لأسبوع الطالب الجامعي الثامن. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية رخيا بوادي حضرموت بالتعاون مع المواطنين مساء أمس من إلقاء القبض على عصابة سرقة بمنطقة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن عملية البحث والمتابعة للأجهزة الأمنية بالمديرية عقب تلقيها بلاغا من المواطنين تمكنت من إلقاء القبض على العصابة التي تضم رجلا وامرأة قامت بسرقة أسلاك كهربائية. ولفت المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية والمواطنين لا زالت عملية التحري ومتابعة للبحث عن ما تبقى من هذه العصابة ليتم القبض عليها والتحقيق معهم وإحالتهم للجهات المختصة لينالوا جزاؤهم الرادع. وتعد هذه العملية نفذها الأمن بالتعاون مع المواطنين في إطار خطة مكافحة الجرائم وقطع دابرها وتحقيق الاستقرار والسكينة للمواطنين. يتواجد خلال هذه الأيام في وادي وصحراء حضرموت وفد من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز البحوث بالمملكة العربية السعودية لهدف إقامة توأمة بين مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث وهيئة مستشفى سيئون ومركز معالجة الأورام بسيئون. وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور محمد الحامد بأن هذه الزيارة أتت بمتابعة من السلطة المحلية بالوادي والصحراء بأنها من خلال الزيارة سوف يتم التنسيق في ربط الخدمات وتوفير النواقص لتلك المرافق وإرسال العينات الخاصة بمرضى الأورام والأنسجة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ثم عودتها بعد إجراء الفحوصات اللازمة لها لتحديد نوعية المرض خلال فترة وجيزة إلى مركز الأورام وكذا تدريب الكادر الطبي والتخصصي من أطباء الجراحة والمختبرات في كيفية التعامل مع أخذ العينات والأنسجة من المريض وطرق وكيفية إرسال مع أخذ المعلومات الكاملة عن المريض. انطلقت بمديريتي الشحر وتريم دورة لصيانة الجوالات الأولى التي تقام لتدريب عدد من النساء المعيلات ضمن مشروع تحسين سبل العيش. واستهدفت الدورة 30 متدربة من معيلات الأسر الأشد فقرا بمديريتي الشحر وتريم على أن تسلم للمستفيدات أدوات المهنة من التدريب وكافة المستلزمات لتمكنهن من فتح مشروعهن الخاص. وتأتي الدورة ضمن البرامج التدريبية لقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر بمشروع تحسين سبل العيش الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. بهذا الخبر نقول وصلنا وإياكم لختام جزء لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزارة التربية والتعليم تصدر تعميما لمكاتب التربية بالمحافظات بإلغاء الاختبارات الوزارية للصف التاسع. اللجنة العليا لأسبوع الطالب الجامعي الثامن بجامعة حضرموت تعقد اجتماعا لمناقشة الأنشطة والفعاليات الطلابية. انطلاق دورة صيانة الجوالات الأولى لمعيلات الأسر بمديريتي الشحر وتريم. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.